رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان. ولما نتكلم عن ثروات السودان، لما نتكلم عن منتجات ومحاصيل سودانية، نلقى أن السودان بيسخر بالعديد من المنتجات الزراعية المختلفة اللي هي ممكن تدعم الاقتصاد بشكل كبير جدا بصورة لا توصف. واحدة من المنتجات والمحاصيل الزرع، نتكلم عن منتوج سوداني أصيل، منتوج قد يكون هو عنده عائد اقتصادي كبير جدا على البلاد. لكن السؤال بيطرح نفسه، هل فعلا احنا مستفيدين من العائد الاقتصادي للذرة؟ ده السؤال. يعني الذرة استخدامات يومية كثيرة جدا متعددة، لكن هل احنا قاعدين نستخدم او قاعدين نستفيد من العائد الاقتصادي للذرة؟ قاعدين نوظفها بالصورة الاقتصادية الصحيحة اللي ممكن ترجع بعائد اكبر على البلاد؟ ده اللي هيجاوب عليه وكيد خبراء الاقتصاد دائما في كل اثنين. داخل الاستوديو معنا الخبير الاقتصادي دكتور عبد الماجد عبد القادر. اهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير عليك. اهلا يا استاذ لينا وكتر خيركم على الاستضافه. اهلا بك. نتكلم زي ما ذكرت عن منتوج يعني زراعي كبير جدا او زراعي كبير جدا اللي هو الذره في السودان والعائد الاقتصادي للذره في السودان. نتكلم اول حاجه عن حجم المزروع من الاراضي الزراعيه بالذره تحديدا في السودان. تفضل. اهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الزراعة في السودان نوعين، إما مطرية أو مروية. نعم. المطرية هي اللي بتعتمد على الأمطار، والمروية اللي بتعتمد على الري الصناعي أيا كان نوعه، يعني سواء كان من آبار مياه جوفية أو من نهر النيل أو من يعني مخزونات المياه السطحية. معظم الذرة الموجود في السودان هو منتج مطري، 90 تقريبا أو 95% من الذرة بينتج في المناطق المطرية. المساحات المتاحة لإنتاج الذرة في السودان أكثر من 170 مليون فدان، لكن المزروع حقيقة من الذرة ما بيتجاوز ما بين 25 إلى 30 مليون فدان سنويا، وهذا يكون تقريبا بالنظام المطري اللي هو المطر بيجينا نحن عادة في شهر 7، بتستمر معنا لحد شهر 9، وفي شهر 11 12 بنبدأ الحصاد زي ما حاصل الأيام دي. الذرة يعني اشتهر به السودان، وهو الحقيقة سلعة هامة جدا في العالم. بالمناسبة أكبر دولة في العالم بتنتج الذرة هي الولايات المتحدة الأمريكية، بتليها الأرجنتين، بتليها الصين، يمكن الهند إلى حد ما، وبعدك بنجي نحن بالمناسبة. فنحن ذاتنا ما سهل، ما هينين. اي والله. الذرة سلعة هامة جدا، بتتعدد استعمالاتها نظرا لطبيعة التكوين الكيميائي بتاع السلعة نفسها، يعني النشويات طبعا المعروف. الذرة نوعين عندنا اللي هم هو الذرة الرفيعة والذرة الشامية. نحن هسي دائما نهتم بالذرة الرفيعة واللي هي دي برضو فيها أنواع المتوفرة كثيرة. شنو أنواع الذرة المتوفرة والناجحة تحديدا؟ نعم، عندنا الكتريتا بأنواع المختلفة، محمود والدحماد وقدم حمام، عندنا يعني ما يعرف به انواع الفتريت المتوفره والناجحه في السودان ومتعدده. طبعا هنا بتجي اختلافات الامطار بين منطقه والثانيه، وبالتالي معها النوعيه. نحن يعني لسوء الحظ انتاجيتنا ما كبيره في الفدان، فنحن دائما يعني بامطارنا العاديه دي بننتج حوالي شوال واحد إلى شوالين في الفدان، مقارنة مع ناس الأرجنتين والبرازيل اللي بيعملوا 30 شوال في الفدان الواحد. عندنا مشاكل كثيرة بتمنعنا من أنه ننتج، لأنه نحن
بنعتبر الزراعة المطرية أقرب إلى المغامرة، بسموها هيت أند رن. بنجي في الأيام الخريف نحرث الواطة ونكون فيها العيش ونقوم جارين نجيها تاني بعد المطر. نعم. فنحن بنحتاج إلى النظر إلى الزراعة كمهنة جاذبة وليس كمهنة بتاعت هيت أند رن، مش يعني المغامرة، يعني ما سلعة مغامرة. نحن إنتاجنا تقريبا بيتراوح ما بين 5 مليون إلى 10 مليون طن من الذرة، ودي بتغطي ده الإنتاج ده شنو في السنة يعني؟ في السنة. في السنة. نعم. وبتقاسمنا الحقيقة فيه الإنتاج الحيواني بتاعنا بيستعمل كمية كبيرة من الذرة للأعلاف. والباقي طبعا احنا يعني لعله معروف لديك، لو مسكتي في أي أسرة بتجي انه والله احنا الكسرة، مش كده؟ طبعا من الاحتياجات الأساسية. وغير الكسرة تاني شنو؟ في استخدامات كثيرة، يعني مثلا في الأبرة مثلا، الأبرة في استخدامات جمالية طبعا، أنا بركز على الجماليات، في استخدامات جمالية أيضا للذرة يعني. نعم. للنساء تحديدا يعني. شنو زي الديكة مثلا؟ أيوة. أيوة. استخدامات وغيرها كثير. غيرها كثير. أضف إلى ذلك المشروبات بالمناسبة بتاعتنا. سواء كانت يعني مشروبات أبري ولا مشروبات حرام ولا حلال ولا. في استخدامات بتحصل. النشا. النشا. والنشويات عموما. العصيبة ومنتجات الجنبة الثانية الأخرى. الكسرة مؤكد طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا. ده إضافة إلى أنه حتى الصناعة بتاعتنا بالمناسبة بتعتمد على الذرة في إنتاج الجلوكوز. عندنا طبعا إحنا صناعة متقدمة جدا في الحتة بتاعة النشا والجلوكوز، وعندنا للحكاية دي شغل بتاع الشركة العربية في مصنع النشا والجلوكوز، اللي أتمنى أنه يتوسع ويزيد من 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 الخطوط الإنتاج بتاعته عشان تتوسع زراعة الذرة في السودان. طبعا ده بياخدنا نقطة ثانية، أي توسع حجم الذرة في السودان. احنا تكلمنا عن أرقام عن مليون طن في السنة أو أكثر، تكلمنا عن أرقام كبيرة جدا لإنتاج الذرة تحديدا. طيب احنا نتكلم شوية عن حجم العائد الاقتصادي تحديدا من الذرة في السودان وتأثيره على اقتصاد السودان. خلينا طيب لو قلنا أن احنا والله بننتج حاجة بتاعت لما ننتج لنا زي 5 مليون طن مثلا، وسعر الطن معروف العالمي يعني في حدود بين 300 إلى 500 دولار للطن تسليم بالسودان، فدي بالطوالي تضربي 500 مضروبا في 5 مليون، إذا نحن بنتكلم عن مبلغ كبير جدا. نعم، رقم كبير. ده الحجم. لكن كان ممكن جدا نحن انتاجنا يكون 10 أضعاف ما هو متاح الليلة بالإصلاحات الآتية. أولا نحن عندنا مشكلة في أنه ما بنسمد الأرض بالنسبة للزراعة المطرية. نحن بنستعمل آلات ما يعني محتاجة لتحديث، لأنه بنستعمل آلات تعتبر ثانوية. نحن محتاجين لآلات الحرث العميق عشان ندخل في قاع التربة ونستفيد من الأغذية وباطن التربة. نحن محتاجين للمزارع الموجود في الزراعة المطنية وقاعد فيها. أهم طبعا. نحن محتاجين للتمويل يكون كمان متاح. وكل مره لما نقعد هنا تتذكري المره اللي فاتت تكلمنا عن البلح والهنا، وفي النهايه قلنا والله جهازنا المصرفي غير قادر وغير متفهم لقضايا التنميه. دي واحده من القضايا المهمه، من السلع المهمه جدا اللي كان ممكن نتميز بها في العالم، واللي كان ممكن نتخصص فيها ونعمل منها اشكال بتاعت منتجات
ونسبق ناس ونكون في المقدمة بالضبط يعني. ونصدر طبعا احنا هسه بنصدر يعني حاجة كده في حدود ما بين 300,000 طن يعني بعض مرات قد نوصل 500,000 طن بسيطة بحجم الانتاج يعني. يعني احتياج الدول العربية من حولنا للذرة كعلف للإنتاج الحيواني دي كبير جدا وضخم جدا بملايين الأطنان اللي هو كان ممكن نحن نتخصص فيه ونوفي به التزاماته. وكان مفروض يكون في يعني بروتوكول خاص بإنتاج الذرة في السودان تساعد فيه مجموعة الدول العربية والإسلامية من حولها. نعم. طيب الصادر من الذرة تحديدا وتأثيره على أو في حجم العملة العالمية الداخل لخزينة الدولة يعني. ما يعني نحن بنصدر في حدود ما بين 300,000 طن إذا صدرنا 300,000 طن و يعني قولي في حدود 300 دولار ل 300,000 بتكون حكاية بتاعت 90 مليون دولار دي عائدات من الـ من الـ من الـ من الذرة. لكن الأهم من ده كله أن احنا برضو بنستعمل الذرة ذاته. القصب بتاعه بالمناسبة بنستعمله علف للحيوان. وقصب الذرة الكبار شوية بنستعمله في المباني والقطاط وإلى آخره. فكان ممكن تقوم لنا صناعة بتاعت أعلاف أيضا مرتبطة بهذا النوع من الإنتاج. إضافة إلى أنه يعني قصب الذرة ذاته ممكن يكون سماد للأرض إذا كان كمان عولج بطريقة مختلفة. في طبعا تغير كبير جدا الآن في إنتاج البترول في العالم وفيما يعرف بالبايو غاز ولا البايو بترول البترول الناتج عن تحليل النباتات. فبرضو يعني زراعة الذرة بتخلينا ننتج بترول مش نحفره وإنما ننتجه من مخلفات هذا الإنتاج الخاص بالذرة بتاعنا. الخلاصة أن إحنا إذا وأمام ثروة ضخمة جدا وهي اتعودنا عليها وهي نحن بنعرفها وهي بنقدر نجيد الشغل فيها هي أساسية وهي أساس الحياة بتاعتنا وهي بتفرع منا أنشطة متعددة وكثيرة وكمان عندها سوق عالمي ده بالإضافة إلى استهلاكها المحلي. المطلوب سريعا كده المطلوب واحد جهاز مصرفي فاهم التنمية ويقدر يمولها. اثنين جهاز مصرفي عنده التمويل الكافي في الوقت المناسب والتاريخ المحتاج له فيه إداريين وناس مهتمين مسؤولين سواء كانوا وزراء ولا مديرين ولا هو إيفر ديلا يكون بيعرفوا في الشغلانة يعني. لأنه ممكن تجيب لها طبيب وتعملوا لها زول بتاع الفيتريتا يعني. نعم بتجي. فعلى كل حال محتاجين له كفاءات إدارية بتعرف في الشغلانة دي عشان تقدر تمشي لنا لقدام بها. نعم. نحن عندنا فرصة كبيرة جدا يعني ريادة العالم العربي والعالم الإسلامي وكل الأفارقة في هذه السلعة. ونحن مشهورين جدا في العالم بل في حاجة اسمها سودان جراس معروف يعني خاص بالسودان كمان. نعم. نتمنى فعلا أن يكون في اهتمام بهذه السلعة القيمة السودانية اللي هي ممكن تكون عندها دور في أنها ترفع من اقتصاد البلاد. هي عائد اقتصادي كبير جدا جدا للبلاد اذا يعني تم الالتزام بالخطوات والمطلوبات اللي ذكرها الخبير الاقتصادي. انا شاكر لك كثير جدا دكتور عبد الماجد عبد القادر على هذه المساحه. شكرا جميلا. الله يبارك فيك استاذه لينا وكثر خيركم. شكرا لك.